ما مدى القدرة على فتح حوار وطني شامل كما قال رئيس المجلس الرئاسي؟ نعم، الإمكانية فتح حوار وطني شامل موجودة الآن ومتوفرة، لكن أتوقع أن الحوثي سيكون خارج هذا الحوار. الحوثي أصلا خارج كافة الأجندة الوطنية، ليس لديه مشروع وطني. كل الأطراف مهما كانت هناك الاختلافات بين مشاريعها إلا أنه تظل لديها ولكن الوصول إلى دوامع سلام مختلفة يتطلب ولديها مشاركة هذا قاطبة. المكون. الحوثي لن يقبل أصلا بتقديم هذه التنازلات. الحوثي حتى اللحظة وبرغم الهدنة الإنسانية التي فرضت والتي قابل بها الحوثي، وبرغم كل دعوات السلام، وبرغم إبدائه الرغبة في بناء السلام والدخول في مشاورات ومباحثات سلام حقيقية، إلا أن خطابه حتى اللحظة ما يزال تصعيدي وما يزال استعلائي على كامل اليمنيين. هذه الجماعة كما ذكر ضيفك من الرياض لا تعتاش سوى على الحروب، ولا يمكنها أن تقبل بالسلام، لأن السلام ينهي فكرة مشروعها الاستعلائي الطائفي ويلغي إمكانية أن تتعايش مع اليمنيين. هذه الميليشيا وهذه الجماعة وجدت بمشروع استعلائي يقوم على إزاحة كامل المشاريع الوطنية وإزاحة كل ما يمثل اليمنيين وما يمثل تاريخهم وهويتهم، واستبداله بفكرة سلالية وفكرة طائفية. وأيضا نحن نعلم أن هذه الجماعة ممولة من إيران، وقرارها أصلا بيد إيران ويصدر من طهران، وبرغم أن وجود الكثير من الاستقلالية والمساحة التي تتحرك خلالها، لكن في المرجعية الأخيرة هناك إيران هي التي تحدد لها هذه المسارات. ونحن نعلم ما هي تجارب التدخلات الإيرانية في المنطقة وكيف خربت عدد من الدول والمجتمعات وأوجدت احترابات أهلية وصراعات طائفية لم تتوقف حتى الآن، وعطلت مؤسسات هذه الدول في اليمن. حتى إذا ما قبلت جماعة الحوثي بأن تدخل في عملية سلام وتسوية سياسية، فإنها ستفرض شروطا تعجيزية لبقائها. مثلا لن تقبل بتسليم السلاح، ولن تقبل بحل ميليشياتها المسلحة، ولن تقبل أيضا بتسليم مؤسسات الدولة وإعادتها، لن تقبل أيضا بإزاحة كل من نصبتهم في هذه المؤسسات وجيرت هذه المؤسسات لصالحها، لن تقبل بحل اقتصادها الذي يقوم محل اقتصاد الدولة وعلى حسابه، لن تقبل بتسليم الأراضي الواسعة التي سلمتها لأنصارها وطوقت بها العاصمة صنعاء. نحن أمام مشروع خطير جدا لا يمكن أن ينكسر إلا بالقوة العسكرية. ليس بالضرورة أن يتم إنهاء الوجود الحوثي تماما وبنسبة مطلقة، ولكن إذا ما كسر عسكريا فربما يقبل بالدخول في عملية سياسية، وهنا سيكون أمامه خيارين: إما أن يحاول بناء نفسه سياسيا وبناء مشروعه بما يتماشى مع الشراكة مع الآخرين، أو أنه سيذوب وسيتلاشى بشكل تلقائي كما يحدث في أي مجتمع تصعد فيه مثل هذه القوى ثم تذوب عندما تفرض عمليات سلام حقيقية. نعم، سعد.